بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم جديد الربح من الإنترنت، ورمضان كريم لجميع المشتركين القناة وللأمة الإسلامية جمعاء إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غادي يكون تتمة للدروس السابقة ومع درس يوبيتس دوت نت، اللي هو منصة لتداول العملات الرقمية. اللي ما كيعرفش العملات الرقمية ولا البيتكوين لأول مرة يشوف هذا الفيديو، من الأحسن يشوف الفيديوهات اللي قبل كاينين في القناة باش يعرف شنو هو البيتكوين، شنو هما لي سيت اللي كيعطيونا البيتكوين، ويعرف العديد من المعلومات عاد باش يجي يشوف هذا الفيديو. اليوم إن شاء الله غادي نديرو الدرس ديالنا، غيكون تو سامبلومون حول التداول عبر العملات الرقمية وعبر هذا لو سيت يوبيت دوت نت، لأن هاد المنصة، هاد لو سيت يوبيت دوت نت، هو منصة لتداول العملات الرقمية. الميزة ديالو سهل جدا، وأنا كمبتدئ في التداول ديال العملات الرقمية يلا بديت هاد لو دومين، يعني أنا مبتدئ وكنتعلم في هاد لو سيت، يعني غنتعلم في هاد لو سيت يوبيت دوت نت، غنتعلم فيه طريقة ديال التداول، طريقة ديال شراء العملة، طريقة ديال نتعرف على الدومين جيدا، يعني نتعرف على جميع أسرار ومختلف أسرار العمولات، البيع العمولات وشراء العمولات وعقد الصفقات إلى ذلك. ومن بعد إن شاء الله غادي ننتقل من يوبي دوت نت لبورونيكس، اللي هو سيت هو ديال التداول العملات، ولكن اكثر فعاليه واكثر بروفيسيونيل، يعني اكثر مهنيه، وفيه جميع فيه العديد من العمولات اللي ما كاينينش في يوبيت دوت نت. والحاجه اللي مهمه فيه والاكثر واللي هي مهمه جدا هو لو فوليوم ديال لي ترانزاكسيون، يعني الفوليوم ديال لي ترانزاكسيون ولا الكميه ديال الاموال اللي كاينه اكثر بكثير من يوبيت دوت نت، ولكن المشكل ديالو انه معقد وخصو بزاف ديال الوقت باش تفهموه. يعني احنا في الاول غادي نتعلموا اليوبيت دوت نت باش نتداولوا فيه ونعرفوا كومون سا سباس ونعرفوا طريقه العمل فيه، وان شاء الله غادي تكون عندنا حركه انتقاليه من يوبيت دوت نت الى بولونيكس. فاش غادي نعرفوا البولونيكس مزيان، نعرفوا الخصائص ديالو مزيان اتسيتيرا. وعلى بركة الله البارح كان ولا البارح واليوم كانوا العملات كانوا تقريبا طايحة بزاف لو بخي، يعني الثمن ديالها كان نازل بزاف. كيف ما شفتوا البيتكوين فاش كان 3000 دولار ولا 2181 دولار، صراحة أنا عرفت علاش البيتكوين طلع. البيتكوين طلع في لو بخي ديالو لأن العديد من الدول بدات كتستعمل البيتكوين، منهم كوريا الجنوبية والجابون يعني اليابان، وثانيا أن بعض الشركات العملاقة مثلا إيرباص بدات كتستعمل البيتكوين وكتستثمر في البيتكوين، مما ادى الى ارتفاع البيتكوين من 2000 دولار ل 3000 دولار. ولكن النزول ديالو البارح واليوم ما عرفتش علاش، يلا غادي نقلب في النيوز في المنتديات الاجنبيه علاش البيتكوين هبط لهذا الثمن لو بري. ولكن ماشي هذا هو الدرس ديالنا اليوم. ان شاء الله الدرس ديالنا اليوم هو غادي نحاولوا نشوفوا بعض العمولات اللي كاينه في يوبي دوت نت اللي غنركزوا عليها واللي غنداولوا عليها. كيف ما شو اليوم الايثير كان طالع شويه، هو الايثيريوم كلاسيك. الايثيريوم هو الايثيريوم اللي دابا الثمن ديالو ما يقارب 177 دولار كيف ما شفتوا، هو ثاني عمله من بعد البيتكوين، ثاني عمله اهميه من بعد من البيتكوين. والاي تي سي اللي هو ايثيريوم كلاسيك هو واحد، هي عملة الإيثيريوم ولكن هي عملة متفرعة عن الإيثيريوم، حل الناس ديال الإيثيريوم بوحدهم والناس ديال الإيثيريوم كلاسيك بوحدهم، حدين أخرين عملة أخرى خدات الاسم ديال الإيثيريوم ولكن ماشي هي الإيثيريوم بالضبط، يعني فرع من فروع الإيثيريوم
ولكن ماشي نفس الشركة، كل شركة عندها ميزات ديالها، وعندها كل تكنولوجيا عندها ميزات ديالها وخصائص ديالها. الاثيريوم كلاسيك كيخدموا بالبلوك تشين ديال الاثيريوم القديمة، باغ كونتخ الاثيريوم الجديدة عندها واحد البلوك تشين، اثيريوم توكور هذا الاثيريوم عندها واحد البلوك تشين ديالها متطورة جدا، على حساب واحد العام قبل كانوا واحد الهاك هاكا والاثيريوم، المهم وقع الهاك للاثيريوم وفقدت الملايين ديال الدولارات البلوك تشين ديالها تهاكا، وفقدت العديد من الدولارات. وهنا غينقسم الاثيريوم، غتنقسم الى جوج عمولات، اثيريوم كلاسيك اللي بغات تكمل في هذاك البلوك تشين القديمه، والاثيريوم الجديده اللي بغات تموديفيه وتطور من البلوك تشين ديالها ومن لا تكنولوجي ديالها. هذا من جهه لمعرفه الاثيريوم والاثيريوم كلاسيك الفرق بيناتهم. هنا العملات اللي غنركزوا عليهم هما الاثيريوم، البيتكوين بالدرجه الاولى، الاثيريوم، داش كوين، الاثيريوم كلاسيك، الدوغ كوين، ولايت كوين. نقدروا نشوفوا زيكاش حتى هو. تقريبا هذوما العملات اللي غادي نقدروا نشوفوهم. وما ننساوش واحد العمله اللي صاعده اللي سميتها البيفكس اللي الناس ما كيعرفوهاش، وهي فرع من الداش كوين، ودابا يلاه اللي ساويه تقريبا دولار. هذه العمله ركزوا عليها مزيان لانها تقدر تطلع، وتقدر تقدر تطلع لاقصى درجه. وهنايا واحد البارح كانت واحد الظاهره خطيره جدا اللي هي ال دوغ، هذه العمله اللي غير معروفه لايت دوغ كوين، كانت البارح تقريبا كتساوي 5 ساتوشي، وفي واحد الوقت معين طلعت من 5 ساتوشي حتى 26 ولا 29 ساتوشي. يعني الناس اللي كانوا شراوها ب5 ساتوشي وباعوها ب29 ساتوشي كيف ما شفتوا، ولا 28 ساتوشي، غادي يشوفوا ان المبلغ المستثمر تضاعف 20 مرة. يعني الا كنتي حاط فيها 10 دولار غتربح 200 دولار، الا كنتي حاط 100 دولار تقدر تربح تقريبا اضربها في 20 يعني 2000 دولار. هاد العملة ودابا هبطات بواحد السعر، هبطات لواحد الدرجة خطيرة جدا، ولات كتوصل 9 ساتوشي و 8 ساتوشي، لأن هاد العملة شق عليها ما يسمى بالدومبين، كي يتم الشراء ديالها بكثرة والبيع ديالها في نفس الوقت، مما كيطلع لو بخي لأقصى درجة وكيهود. اليوم ان شاء الله كيف ما شفتوا داش كوين كي وصل 0.049، وهذه القيمه صغير، قيمه رخيصه بالنسبه للداش كوين. انا كنت عندي الاثيريوم والاثيريوم كلاسيك واحد المبلغ قليل جدا، بعت الاثيريوم وبعت الاثيريوم كلاسيك ما يقارب تقريبا 500 ألف ساتوشي، وشريت بهم لايت كوين والداش كوين لانهم في ثمن طيح. ربما هذه ماشي استراتيجية صحيحة، مهم لو برانسيب هو انك كتشري العملة فاش كتكون طيح الثمن ديالها، وكتبيع فاش كتكون الثمن ديالها مرتفع. هل دابا الدوك كوين شريته ب 120 دولار، 120 ساتوشي عفوا، دابا هو كيساوي 120 ساتوشي، يعني ما غادي نربح فيه ما والو. عندي 1713 دوك كوين، كنتسنى حتى يطلع لو بخي ديالها ونعاود نشري. بالنسبة للايت كوين عندي 0.28، نتسنى يطلع لو بخي ديالها ونبيعها. بالنسبة للداش كوين وهاد ال دوغ كنت شريتها تقريبا ب10 ساتوشي، بين 10 ساتوشي و13 ساتوشي، نتمنى انها تكون طلع كيف ما البارح كانت طلعت له 28 ساتوشي، نتمنى تكون طلع بحال البارح ونكمل فيها. تري بيان، فوالا دابا نقدروا نقول لكم كيفاش كتدير التداول. مثلا بحال دابا نشوفوا البالانس اللي عندي دابا هنايا، عندي مثلا 0.28 لايت كوين، بالنسبة للدو كوين عندي 1713، وبالنسبة للداش عندي 0.30، والال دوغ 5165. مثلا بغيت انا نبيع هذه العملة، نبيع لايت كوين، عندي مجموعة ديال الطرق.
اما نبيع بالسعر ديال السعر اللي كاين دابا، السعر اللي كاين دابا اللي بغيت نبيع هي هذه السيل، يعني غنبيعو بهذا السعر تقريبا، هذا السعر، وانت ما خاسر بيه، لان يلا شريته بواحد السعر مرتفع نوعا ما على هذا. الا بغيت نبيعو بالسعر اللي غير عجبني انا، اللي نقدر نحدد انا السعر هنا مثلا، نقدر نقول ليه باغي نبيعو مثلا ب 13، نقول لي مثلا حال هذا السعر، نقدر نحدد هذا السعر، غنكون ربحت تقريبا 65 ألف ساتوشي، ما يقارب دولار ونصف. نقدر نقول ليه سيل، فاش غنقول ليه سيل اوتوماتيكمون ما غاديش نبيع يتباع حاليا، ولكن غيكون في الاوردر، غندير واحد الاوردر اون فوا يوصل لو بخي لهذا الثمن، يعني اون فوا يوصل الثمن ل 0.13 غادي يدوز الاوردر ديالي، وغادي ستتم الصفقة. هذا من جهة. الا بغيت نحيد، الا بغيت نشوف لي زوردر اللي عندي، كنمشي هنايا عندي اوردر، هنايا ونحيد الاوردر. حال مثلا كنت غادي نغيب على البيسي وخفت، وعرفت بان هاد اللايت كوين غادي يطلع للثمن، وغيطلع لهذا الثمن، وما بغيتش الصفقه تفوتني، كنحدد هاد الم... نحدد ندير هاد المانيبيولاسيون، هاد الطريقه، ومن بعد اوتوماتيكيا غادي السيرفر ان فوا يوصل هذاك لو بري اللي حددته، غادي يدير الصفقه. انا كنصح الاخوان باش ما يبقاوش مركزين مع لي سيت ديال ربح الساتوشيات وربح جمع الساتوشيات. هادوك لي سيت كنا درناهم في البداية باش نجمعوا واحد مبلغ قليل باش نبداو، ومن بعد ركزوا على التداول، لان التداول هو اللي فيه الربح الحقيقي، لان اذا كان عندك واحد المبلغ وبديتي كتداول فيه وربحتي منه، راه غادي تمشي لقدام. كيف ما شفتوا دابا الايثيريوم كلاسيك وصلت 0.79، 0.79، 78، انا يلاه بعتها ب 0.076، يعني كنت صبرت شويه كان الربح ديالي غادي يتزاد. شوفوا مثلا الاستوري ديال الاو تي سي، يعني الايثيريوم كلاسيك، كانت عندي 0.26، فين هي تقريبا، هي عندي هذه الاو تي اش. او تي اش كنت بعتها، بس تقريبا ب 400، و بحث 0.4 ب 322 ألف ساتوشي تقريبا. فين هي ال OTC؟ OTC هي هادي الإيثريوم كلاسيك، كيما شتو بحث ب 0.77، يعني دابا 0.78 مفيش فرق بزاف، ولكن راه هي غادا في تصاعد كبير. بالنسبة لعملة الدو كوين، كيف ما شتو هي في تصاعد، انا كنت خديتها ب 121 ساتوشي، الا بغيت نبيعها نبيع ب 120، غادي نصبر عليها شويه حتى يطلع لو بخي، ونعاود نبيعها ونشري عمله اخرى. يعني هذا هو لو برينسيپ. نتمنى نكون توفقت في الشرح ديال هذا الفيديو، وان شاء الله غادي نخدموا في هذا لو سيت، غنخدموا فيه حتى نتمكنوا من الاغلبيه ولا من جميع الخصائص ديالو ان شاء الله، قبل ما ننتقلوا البولونيكس اللي هو اكثر تعقيدا ولكن اكثر فعاليه، وفيه بزاف ديال لي زافونتاج. يعني حنا تمرنوا في هذا لو سيت، انا كنكرر انا مبتدئ في هذا المجال، و كنشارك المعلومات مع المشتركين ديال القناه، نتعلموا ان شاء الله اللي انت لسه نتعلموا في هذا يوبيت دوت نت، ونتعلموا كيفاش نديروا التراد وكيفاش ندوزوا لقدام. ما تنساوش تابوناو في لاشين، وتخليو دي كومونتير في لا ديسكريبسيون الا ما فهمتوش شي حاجه، الا عندكم شي تعليق، الا عندكم شي كريتيك اللي كان، يا با بروبليم، خليو لو كومونتير ديالكم وانا غادي نجاوب عليه في اسرع الوقت ممكن. وكنتمنى لكم رمضان كريم، وتبارك الله عليكم، ومع السلامه.